والإيمان كل لا يتجزأ. الإيمان قول باللسان تجاهر وتقول أنا مسلم أنا مؤمن، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تعتقد ذلك في قلبك يقينا لا يخامره شك، تنفذه بتنفيذ شرع الله في كل جزء من جزئيات الحياة. يا إخواني ربنا أعلم، عندما يشرع لنا شرعا يتعلق بأموالنا، وإن شئت وسع الدائرة قلت لكم في المسألة الاقتصادية، عندما يحرم علينا الربا يجب أن نعتقد أن تحريم الربا واجب وأن فعله دمار. عندما يأمرنا الله ألا نشيع الفاحشة في الذين آمنوا فنكون سببا في إثارة شهوات الأمة عن طريق بعض القنوات الفاسدة التي تثير مكامن الشهوة في الإنسان، لأن الله عز وجل يمتحننا في هذه الدنيا فألهمها فجورها وتقواها. إذن تتضمن العقيدة والشريعة، والشريعة هي مراد ربك في كل شأن من شؤون الحياة.